أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وإليكم أهم وأبرز ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم وما تناقلته المواقع الإخبارية المحلية من أحداث وقضايا. والبداية من السؤال الذي يتردد من وقت لآخر، حيث علق موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية: ما هي مصادر تمويل الإنقلابيين في اليمن؟ يقول الموقع: يتفنن الإنقلابيون بابتكار مصادر تمويل جديدة لتغذية حروبهم الداخلية تحت مسميات مختلفة، بالإضافة إلى استغلال مؤسسات الدولة الإيرادية الخاضعة لسيطرتهم لفرض الإيتاوات من الشركات والمحلات التجارية والاستقطاع من رواتب الموظفين. وتشير إحصائية ناتجة عن دراسة اقتصادية قام بها باحثون إلى وجود قرابة 700 سوق سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، كما رجحت أن أرباح الميليشيات من مادة البنزين فقط تزيد عن $1,000,000 يومياً، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة. وينقل الموقع عن أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز محمد قحطان: إن رسوم المعاملات كالرخص والإصدارات للوثائق الرسمية وجمارك البضائع التي تدخل عبر ميناء الحديدة تعد من أهم المصادر التي تدر الأموال لسلطة الانقلاب. موقع يمن مونيتور تحدث عن المبعوث الأممي إلى اليمن وعنوان: يومان بلا إنجازات، ولد الشيخ يتحدث عن فرصة لحل الأزمة اليمنية. وأورد الموقع ما قاله المبعوث الأممي من أن خارطة الطريق للسلام تحتوي على مجموعة من الخطوات الأمنية والسياسية المتسلسلة التي من شأنها أن تساعد اليمن في العودة إلى انتقال سلمي ومنظم. وذكر المبعوث الأممي أن الخارطة تمثل فرصة لوضع حد للقتال الذي يعصف باستقرار البلاد. ويكتفي الموقع بالقول: يبدو أن اليومين الماضيين مرا بدون إنجازات تذكر. واكتفى بيان أصدره المبعوث الأممي بسرد ما يشبه برنامج الزيارة فقط. ليست المشكلة في اليمن عدم وجود مبادرات واتفاقات بين الأطراف، لدينا ما يكفي حد التخمة منها. هكذا استهلت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان مقالها الذي تحدثت فيه عن آخر مبادرة للمبعوث الأممي. وقالت كرمان: المشكلة الحقيقية في عدم امتلاك الرعاة للضمانات الكافية والكفيلة للالتزام بالتنفيذ والحيلولة دون عرقلتها أو تكرار الانقلاب عليها وتقويضها، كما حدث للمبادرة الخليجية وما تلاها من توافقات لأسباب كثيرة ومنها الانقسام في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا يمكن أن تتوفر مثل هذه الضمانات الأممية. هناك ضمانة عملية وحيدة لتحقيق سلام مستدام ولإنجاز ما تبقى من استحقاقات الفترة الانتقالية، أن يتم أولاً سحب وتسليم كافة الأسلحة والانسحاب من كافة المناطق من الجميع بالتزامن مع إعادة بناء الجيش والأمن وتوحيدهما وبإشراف أممي وعبر لجان متخصصة مهنية. يجب أن يحدث هذا كخطوة أولى يتعين إنجازها كاملة. تأتي بعدها الخطوة التالية ببدء حكومة وحدة وطنية تولي مهامها لإدارة ما تبقى من استحقاقات الفترة الانتقالية بعد أن أصبحت مالكة للسلاح وللجيش والأمن. أسوأ ما في المبادرة الأممية بصيغتها الحالية أنها لم تتحدث عن توحيد الجيش وإعادة بنائه، وأخرت عملية تسليم الأسلحة إلى مراحل لاحقة دون وجود أي ضمانات لحدوث ذلك اللاحق. فما لم يحدث الآن فلن يحدث أبدا، وهي على هذا النحو لن تحقق سلاما دائما بل هدنة مؤقتة في أحسن الأحوال يعقبها بالضرورة ما هو أشد من الحرب والقتال. ومقابل فشلها المؤكد في تحقيق السلام، فستكون قد نجحت في نزع صفة الشرعية عن السلطة الانتقالية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته الحالية ومنحتها للانقلاب، جاعلة منها ثورة مبررة وليس انقلابا فاشيا مدانا اجتاح المدن وأسقط سلطة انتقالية توافقية وداس على الشرعية المحلية والدولية. حفلت المبادرة أيضا بالعديد من الأخطاء القاتلة حين قفزت على العدالة وتجاهلت الضحايا والجرائم بحق المدنيين وكل انتهاكات حقوق الإنسان، وحين أبقت على حصانة صالح ومساعديه وعلى كامل نفوذه وأرصدته. لا تزال المبادرة مجرد مسودة خاضعة للتعديل والإضافة والتفصيل لمراعاة كل ما سبق،
لتكون خارطة طريق صالحة لتحقيق سلام مستدام في اليمن والعبور بها إلى آفاق الرفاه والديمقراطية أيضاً. في محافظة عمران وفقاً لموقع المصدر أونلاين، فقد شهدت المحافظة حدثاً هاماً، حيث أن مشرف جماعة الحوثيين في حبور ظليمة بعمران ومرافقه قتلا أثناء محاولتهم اختطاف مواطن. وقالت مصادر وصفها الموقع بأنها مؤكدة في المديرية إن مشرف الحوثيين في المديرية ومرافقه قتل في تبادل إطلاق نار مع أحد المواطنين أثناء محاولتهم اختطافه بالقوة من منزله. وأوضحت المصادر أن الميليشيا أرسلت 8 أطقم عسكرية إلى المديرية بعد مقتل مشرفهم في قرية بيت العمودي بغرض أخذ أحد أبناء القرية بالقوة. وأشارت المصادر إلى أن المواطن غادر المنطقة، فيما الميليشيا قامت بإخراج أولاده وزوجته من منزلهم ومنعوهم من إخراج أي شيء من المنزل، ثم قاموا بتفجيره بكل ما فيه. موقع الاشتراك نت عنون في صفحته الرئيسية: نحو 16 مليار دولار من الرأس المال الوطني هربت من اليمن منذ 6 سنوات. ويقول الموقع: قدرت مصادر حكومية يمنية حجم الأموال الهاربة من البلاد بنحو 16 مليار دولار، وكشف تقرير لوزارة المالية اليمنية بصنعاء أن حجم الأموال الهاربة المملوكة للقطاع الخاص والتي تسربت إلى الخارج بسبب الحرب الدائرة منذ مارس 2015 وحتى الآن تبلغ 8 مليارات دولار. وأوضح التقرير أن من الأسباب الحقيقية لأزمة السيولة ارتفاع حجم وكلفة الواردات بسبب الحرب وضرب العديد من المنشآت الانتاجية العامة والخاصة الكبيرة، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية بالإضافة إلى توقف السحب من القروض والمساعدات الخارجية. مجاعة تهام اليمن، من المسؤول؟ تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله المنشور في الوحدوي نت، وقال العلي في جزء من مقاله: منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وما حولها، والمنظمات الإغاثية الدولية تتعرض لسلسلة من الأحداث الأمنية ومحاولات الابتزاز والفساد الممنهج على أيدي مسؤولي انقلاب أو مجموعات مسلحة منفلتة، دون أن تجرؤ هذه المنظمات على إصدار بيانات صحافية أو استنكار رسمي حول ما يتعرض له موظفوها وشحناتها الإغاثية من احتجاز ونهب واختطاف. تضطر هذه المنظمات للصمت لأغراض سياسية من جهة، وكي لا يظهر للمانحين أنها عجزت عن توصيل المساعدات للمناطق التواقة لهذه المساعدات من جهة أخرى، فتخسر المنح المقدمة لها وينتهي عملها في اليمن ويتم تسريح العاملين فيها. وأحد الأمثلة على هذا قيام القيادي الحوثي في مديرية الخوشم بمحافظة حجة بإغلاق مكتب منظمة المجلس النرويجي للاجئين. ويؤكد أحد العاملين في المنظمة أنهم أخذوا الحواسيب المحمولة الخاصة بالموظفين وستلايت الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ليتم إغلاق مكتب المنظمة هناك، كما فر عدد من الموظفين بعد اتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش. منظمات كثيرة أخرى تشكو من ابتزاز المشرفين الحوثيين، ففي اتهامة التابعة لمحافظة حجة يقوم المكنى بأبو دليل بمنع توزيع مساعدات للنازحين حتى يتم تسليم ما يسمى بالمجهود الحربي، كما قام باختطاف مدير الأمن الغذائي بمنظمة أوكسفام بمكتب شفر التابعة لمحافظة حجة حسن الحجوري. موقع عدن الغد تابع بعضا مما يجري في العاصمة المؤقتة وعنوان: سوق سلاح يعاود الظهور مجددا بعدن. وقال الموقع إن سوقا لبيع السلاح في مدينة عدن عاود الظهور مجددا بعد أن كان قد اختفى خلال الأشهر الماضية. وقال المواطنون لعدن الغد إن مسلحين عاودوا عرض أسلحة خفيفة للبيع في أحد أحياء الشيخ عثمان، ونشد المواطنون السلطات سرعة التحرك لوقف أعمال البيع هذه. وإلى موقع الوحدوي نت، والذي قال بأن نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء دعت جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى تغطية فعالياتها المطلبية الحقوقية، والتي دعت فيها إلى تعليق الشارات الاحتجاجية
ابتداء من يوم السبت، وذلك للمطالبة بصرف كافة الرواتب المتأخرة. وقالت النقابة في بلاغ صحفي لها أنه في ظل تفاقم المعاناة المعيشية لكافة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وأسرهم جراء استمرار تأخر صرف الرواتب، وفي سبيل وضع حد لتلك المعاناة وبعد تجاهل كل البيانات والمذكرات التي حررتها النقابة إلى المعنيين خلال الفترة الماضية، فإن الهيئة الإدارية للنقابة تدعو إلى تعليق الشارات الاحتجاجية للمطالبة بصرف كافة الرواتب المتأخرة. وقبل أن نصحبكم بين أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن ميليشيا الحوثي تستخدم سلاحين لإنهاك اليمنيين، وعنونت الصحيفة الجوع وتهديد الملاحة، الانقلابيون يفاقمون أزمات اليمن داخليا ودوليا. وأعلنت شركة نقل الغاز غاليسيا سبيريت أن المهاجمين المجهولين الذين فتحوا النار على الناقلة الأسبوع الماضي قبالة السواحل اليمنية كانوا يحملون كمية كبيرة من المتفجرات. وقال مصدر في الملاحة البحرية إنها ربما كانت محاولة لتنفيذ هجوم انتحاري. ونقلت رويترز عن مختصين في الشأن الأمني أن التفاصيل الجديدة التي ظهرت بشأن الحادث الذي وقع في 25 من أكتوبر الماضي ستزيد من المخاوف على الملاحة في مضيق باب المندب، والذي يمر فيه الكثير من النفط إلى الأسواق العالمية. تضيف الشرق الأوسط، تعاني اليمن أزمة غذاء حادة، وزاد من حدتها هيمنة ميليشيات الحوثي وصالح منذ 2014 على البلاد بالقوة. إذن قال مصدر عسكري في قوات اللواء 35 مدرع للعرب الجديد إن عناصر الجيش تمكنوا من إلقاء القبض على خلية استخبارية في منطقة الخيام جنوب محافظة تعز. ويضيف المصدر أنها كانت تخطط لرصد مواقع معسكرات تدريب تابعة لقوات الجيش في المناطق الجنوبية من المحافظة، وتم القبض على الخلية بحسب المصدر من قبل نقطة عسكرية في منطقة الخيام وهم لا يحملون وثائق هوية، ومن خلال التحقيقات كشفوا عن هويتهم وعن المهام المكلفين بها. قالت منظمة مراسلين بلا حدود إن الانتهاكات ضد الصحافة في اليمن أصبحت لا تعد ولا تحصى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من البلاد. وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية استنادا إلى تقرير المنظمة أن ميليشيات الحوثي اعتقلت العديد من الصحفيين واستولت على مباني بعض القنوات الإخبارية القنوات التلفزيونية. وجاء في التقرير بعد 8 أشهر فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة تسجيل نقابة الصحفيين اليمنيين ما لا يقل عن 67 حالة اعتداء على الصحفيين بهدف منعهم من القيام بعملهم، كما تشهد السجون حالات تعذيب كثيرة بحسب العديد من الشهادات. أما حالات الاختطاف والاختفاء في صفوف الصحفيين فلا تعد ولا تحصى. لقد أعلن الحوثي بشكل صريح حربا مفتوحة على الإعلاميين. وأشارت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن الحوثيين أثروا بشكل حاسم في ترتيب اليمن على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2016، حيث احتل اليمن المركز 170 من أصل 180 دولة. العيش في عالم من دون عهد وعقد وضمير، تحت هذا العنوان كتب المفكر السوري المعروف برهان غليون مقاله المنشور في العربي الجديد. وقال غليون في جزء من مقاله: ما نعيشه اليوم على مستوى العالم وداخل الدول الغنية والفقيرة المركزية والمحيطية هو ضياع كامل وغياب لأي قضية مشتركة، فليس للعهد النيوليبرالي القائم اليوم مضمون آخر سوى تقديس المصالح الخاصة وتعظيم المنافع من دون مراعاة لأي قواعد ومعايير سوى معايير المنفعة وقيم الأنانية وأخلاقها. هذا التفكيك لكل ما هو مشترك في العالم من قيم ومبادئ وتطلعات هو أيضا قتل للضمير العالمي وإلغاء لمعنى الإنسانية. لا يعني هذا أنه لم يبق لنا ما نفعله اليوم، بالعكس لم تكن الحاجة للتضامن بين الشعوب والجماعات ملحة كما هي عليه اليوم تماما،
كما لم تكن المصائر العالمية مترابطة مثل ما هي اليوم، ولا القضايا المطروحة على الشعوب والمجتمعات عالمية بامتياز كما أصبحت اليوم. لكن كما هو الحال في أي مخاض ونحن نعيش على مستوى المعمورة، مرحلة مخاض تقود الأزمة الفكرية والسلوكية، أي ما يتعلق بالفعل والممارسة وما يرافقها من حيرة وتردد وتخبط نعيشه اليوم بشكل واضح في كل ما يتعلق بالعلاقات داخل الدول وبين المجتمعات، إلى إعادة صياغة للقضية المشتركة واكتشاف آليات ووسائل جديدة للفعل. لن يكون هناك أمل في إحياء التضامن بين الشعوب والمجتمعات من دون إحياء ديناميكيات الكفاح المشترك ضد القهر والظلم والإجحاف والغدر الذي ينتجه ويعيش عليه نظام العصر الهمجي الجديد. وإلى صحيفة الحياة، وعالميا هذه المرة عنونت الصحيفة: الأمم المتحدة، العالم يحتاج سنويا 7 تريليونات دولار للتكيف مع تغير المناخ. حيث أعلنت الأمم المتحدة أن اتفاق باريس حول التغيرات المناخية الذي صادقت عليه 90 دولة دخل حيز التنفيذ انطلاقا من مدينة مراكش المغربية، والتي تستضيف بدءا من الأسبوع المقبل القمة العالمية للأطراف حول التغير المناخي في دورتها 22. وورد في بيان مشترك وقعته المفوضية التنفيذية للاتفاق الأممي الإطاري حول التغير المناخي باتريسيا سبينوزا ووزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أن البشرية ستتذكر هذا اليوم الذي قررت فيه كل دول العالم إقفال الباب أمام أخطار التغير المناخي وإعلان إرادة مشتركة من أجل بناء مستقبل للتنمية المستدامة. وقدرت الأمم المتحدة حاجة التكيف مع التغير المناخي بين 5 تريليونات دولار و7 تريليونات سنويا على مدى السنوات 15 المقبلة، وربما تصل الكلفة إلى 10 تريليونات دولار لتحقيق تنمية مستدامة والانتقال إلى اقتصاد عالمي مقاوم للتغييرات المناخية وخال من الغازات الضارة. وقبل الختام ننقل لكم هذا الخبر من صحيفة القدس العربي، والتي عنونت: فتاة تحاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية في القاهرة. تقول الصحيفة: في مشهد مأساوي تسلقت فتاة لوحة الإعلانات الضخمة المقابلة لميدان التحرير بالقاهرة، وهددت بالانتحار من أعلاها، وذلك لعدم حصولها على فرصة عمل. وانتقلت القيادات الأمنية وتفاوضت معها ونجحت في إقناعها بالعدول عن قرارها المأساوي. تضيف الصحيفة: نجحت القيادات الأمنية في إقناع فتاة بعدم الانتحار من أعلى لوحة إعلانات ضخمة بمنطقة التحرير بعد وعدها بتحقيق مطلبها في إيجاد فرصة عمل. هل اليمن دولة خارج الكوكب؟ بهذا التساؤل عنون عم أحمد عبد الله مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب في جزء من مقاله: نفهم أن التعقيدات المذهلة للواقع اليمني أفرزت وضعاً قد لا يدركه بوضوح راكب موجات البحث بنسق وظيفي في أمور عصية على الهضم، خاصة وقد وصلت إلى حالة فيها من التداخل والغموض ما يفوق قدرة الدبلوماسية النمطية لأي مندوب أممي على إدراكها. ولكن مع ذلك فإن أحداً لم يتوقع أن تصل حالة الاستعصاء إلى درجة أن تخون أساسيات الفهم صاحبها ولد الشيخ وترمي بأوراقه خارج الميزان الحقيقي لمخططات السلام، حتى أن خريطته المنثورة على أوراق مسربة قبل مناقشتها كانت تشبه إلى حد كبير بيان انقلاب جديد يطيح بالطرف الذي يلقبه العالم ومعه مؤسسة الأمم المتحدة بالحكومة الشرعية، دون مقابل حقيقي غير برامج زمنية لتوافقات خطرة حول ملامح المستقبل، أي أنه وضع شرط انسحاب الحكومة الشرعية من المشهد قبل بدء العرض. تلك قمة في السذاجة ونوع من الهزل السياسي الرصين، أن تقدم مكرمة لطرف أحدث كل هذا الدمار والموت مقابل وعود تعتبر في الفقه السياسي لا شيء ودون ضمانات على الإطلاق. لهذا فإن أي قارئ مبتدئ للورقة المسماة خطة سلام يعتبره تحرشا لاستظهار ردود فعل ستعقد المشهد وتحيله إلى ميادين التصعيد المخيف، ويدل على مستوى التعامل الأممي مع أزمات العرب ومع أزمة اليمن بالذات وكأنها دولة خارج الكوكب.
بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نترككم في أمان الله. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.